السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه، أمن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاكم الله خيرا شيخنا. عندي سؤال. تفضل. ما حكم قول من يقول عن أهل السنة وأهل البدع: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه من أجل الدعوة؟ هذه المقولة تحتاج إلى شرح وإلى تفصيل. ما الذي يعذر فيه الشخص أو يعذر فيه أخاه؟ ما المسائل التي يجوز أن نعذر الإخوة فيه، وما المسائل التي لا يجوز فيها ذلك؟ هذه الكلمات تحتاج إلى شرح، لأن فيها جزء من الحق وجزء من الباطل. شكرا لكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. نعم تفضل. كيف الحال؟ الحمد لله أنا بخير والحمد لله. كان عندي سؤال بس. تفضل. لو أنا مشيت التشهد اللي في النص واستقمت مجلس ثاني صح؟ مجلس، لكن إن جلست الصلاة تصح مع الكراهة. طب لو أنا ورا الإمام؟ نفس الحكم. لو الإمام فعل هذا يعني ولا إيه؟ لا لو أنا اللي فعلت كده مثلا الإمام كبر للجلوس التشهد بيحصل نفسي واستقام. اجلس مرة ثانية. طيب شكرا. شكرا لك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن خالد. السلام عليكم. الحمد لله. ارفع صوتك تفضلا منك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. سؤال بس، هي متى تنتهي جلسة الضحى؟ جلسة الضحى؟ يعني ايه جلسة؟ ما لها نهاية، عايز تجلس اجلس، عايز تنصرف انصرف. انا مثلا بلاقي مكتوب في مثلا في الشاشة بتاعت المسجد اللي هي مكتوب فيها وقت كده، بس انا بلاقي الشمس بتشرب، يعني ايه؟ بلاقي الشمس طلعت فبروح ماشي، فانا كده خدت ثوابها يعني قبل الوقت المكتوب مثلا ممكن بعشر دقايق ولا حاجة. أنت من أي البلاد؟ من القاهرة. طيب تقويم القاهرة منضبط على النتيجة؟ يعني في الشروق خاصة. تيجي على الوقت ده خلاص، يبقى ده انتهت الجلسة كده، ممكن أمشي وخدت ثوابها يعني. ما هو ثوابها ده ضعيف اللي أنت تقصده، حج وعمرة تم ضعيف. تمام. لكن إذا أردت أن بس في ثواب في جلسة الضحى يعني. إذا طبعا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي ما لم يحدث. ما هو ده كان السؤال الثاني. انا بلاقي ناس بتعمل مثلا ايه اوراد قران مثلا مع بعضهم، يقعدوا يجمعوا بعض كده وكل واحد يقرا صفحه من المصحف، بس انا بفضل ان افضل قاعد في مكاني لغايه لما الشمس تطلع. فاني احسن ان انا ممكن اتحرك في المسجد
ولا من نظر قاعد في مكان؟ لا قاعد مكانك، النص فيه غير ثابت يعني. ممكن اتحرك في الجامع عادي يعني؟ عادي، ما كل الجامع مسجد. ان الله قال واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، ومكان مقام ابراهيم في ساعة خلفه في ساعة. طب معلش انا اسف والله بصراحة حضرتك في الاسئلة يعني. هل الناس يصلى على النبي يتذكر؟ لا مش عارف، انا دايما الناس تقول لي يا ابني اذكر ربنا، انا بقول صلى على النبي بدلها يعني. الخشوع في الصلاه يا شيخ مصطفى، انا يعني بعدت مثلا عن اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي ومثلا صحبه السوق والاغاني والافلام والكلام ده كله ماليش فيه خالص، وبدا يبقى ليا الحمد لله اوراق ذكر كتيره وصلاه وكده، بس انا بصلي اول ما ادخل في الصلاه يعني بفتكر كل يعني ما بعرفش ما بفوقش غير وانا بسلم، ما بعرفش اخشع في الصلاه خالص، فنصيحه حضرتك ايه؟ الاجتهاد في ال... الموضوع ده لا لا ما في مضايقه ولا حاجه، بس اجتهد، تقاوم نفسك، تقاوم نفسك وتركز في التفكير في الصلاه، وان شاء الله قدر الاستطاعه من منا الذي يستطيع ان يمنع نفسه من ذلك. عمر يقول اني اجهز الجيش في الصلاه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. شيخ مصطفى والله انا بتصل بحضرتك بس عن مساله طلاق يعني. تفضل. الشيخ ابن تيميه والشيخ ابن القيم في طلاق الحائض وطلاق المرأة في طهر الجماعة زوجها. والله يا شيخ الإسلام يقع وأخطأ ابن تيمية وأخطأ ابن القيم في هذا، ورأي الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أن الطلاق واقع بجماهيرهم، وحديث مره فليراجعها لا مراجعة إلا بعد طلاق. ابن عمر يقول حسبت علي تطليقة، وراجع بالتفصيل لنا هذا السؤال المجاوب على اليوتيوب بما فيه تفصيل كافي إن شاء الله. ماشي، إن كنت تملك أمر نفسك مع الغضب الطلاق واقع، لا تملك أمر الشعور ولا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول لا يقع. السلام عليكم. مرحبا شيخ مصطفى الجوهري، ولك بمثل، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا إبراهيم بن بحر. أستاذ سعد السويدي وفقك الله لكل خير. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الحمد لله، تفضل اتفضل. انا مرة كنت قاعد مع واحد صاحبي انا على القهوة، بس بعيد عن الاماكن بتاعت الشرب والشيشة والحاجات دي، كنت قاعدين بعيد خالص، لكن جه واحد بعد كده صاحب صاحبي ده طلب شيشة، قال لي هو انا حاسب على طبعا تحاسب، انت محاسب على ثمن الشيشة يعني؟ نعم. تكرمه بايه؟ تكرمه تضره ولا تكرمه؟ هو انا ما اعرفش صاحبه ده، هو انا لا 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 يعني تحاسب على ثمن الشيشه تأثم. السلام عليكم. خلاص بارك الله فيك يا اسماء بنت شريف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا يا رب. ما فيك، تفضل. اللهم امين. سيدنا الله يرضى عنك، بعد ما توضيت وانا بصلي كده لقيت لازق سلوتيب كده على ايدي وانا نعم بصلي. ليت ايه؟ لازق سلوتيب، حاجه عازله الميه بس شيء يسير قوي يعني، حاجه بسيطه قوي. كم يعني؟ يعني مثلا حوالي حاجه 2 يعني حته صغيره كده تجيلها 2 سم، حاجه صغيره كده من اللي هو اللزق بتاع السلوتيب بتاع الفلوس ده. فهل اعيد الصلاه ولا اخرج من الصلاه ايه، او اتوضا واخش الصلاه ثاني ولا ايوه اخرج الأحوط لك تخرج من الصلاة تغسل الجزء هذا أو تتوضأ من جديد وتصلي. هذا الأحوط. الله يسلمك. حتى لو كان نزيل يا شيخنا؟ أنت تقول 2 سم، 2 سم كبيرة يعني. شوف شوف. مرحبا يا شيخ هاني المنشاوي وفقك الله. محمود منصور سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياك الله وبارك فيك. الله يحييك. حياك. انا بعدين يا شيخ مصطفى خلفيش في الصلاه بس وقتين. تفضل.
انا بتفرج على كوره وكلام من ده، ويعني ايه، انا من النوع اللي هو متعصب شويه يعني وكده. طيب فممكن مثلا اتفرج على ماتش ولا حاجه، اقوم راح متنرفز، اقوم راح مثلا شاتم لعيب او حاجه زي كده. والله انت رجل عابث، انت وامثالك عابثون، تضيعون حياتكم في لهو وباطل وسباب وشتم، فانصحك بالبعد عن هذا العبث. والله مش يا شيخ، والله يعني انا بصراحه بحاول بقالي فتره ان انا بقى الكلام ده، تعب اعصاب ما له فائده، ضياع دين وضياع وقت وضياع مال وضياع اسر بسبب كلام باطل ولغو. كونوا عقلاء يا ايها الاخوه. السلام عليكم. كريم يونس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك سيدي، استغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال فيها: أي معصية يأتيها الإنسان تظهر على وجهه. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك شيخنا؟ الحمد لله بخير. كنت بس لسه سامع على رأيك 5 أحاديث صحيحة. تفضل تفضل. أول حاجة شيخنا اللي هو إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له: ألم صح صح لك جسمك. ده مش إن أول، يعني إن أول ما يسأل عليه العبد من النعيم: ألم أصح لك بدنك وأسقيك من الماء البارد. لا، باللفظ ده في مقال شوية، محتاج مراجعة. تمام. طب وحديث شيخنا اللي هو الحديث ده اللي أنا تعبت فيه صراحة، اللي هو لما قال: قل هو الله أحد المعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات فيك من كل شيء. هذا حسنه بعض العلماء وهو قابل للتحسين. طب هل يا سيدنا ممكن أتغاضى مثلا على الحديث دوت بالحديث اللي في البخاري بتاع اللي هو قراءة آخر الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كسفة؟ لا، هذا شيء وهذا شيء. أنا أقصد يعني إن هي من باب الكفاية برضه في لا 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 يعني لا لا لا، لأن كفتاه هذه محتملة لأكثر من معنى. مظبوط. أيوة أنا شفت فعلا العلماء لقيتهم أكثر معنى فعلا في كفتاه. حضرتك تقصد أنا مش محدد بالظبط كفتاه من أي شيء؟ أنا في الحديث دي قلت تكفيك من كل شيء. أيوة. لا، في هي الأصح اللفظة: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وبعض رواة الحديث كان سئل: كم أقل ما يجزئ الرجل في القراءة من القراءة في صلاة الليل؟ فذكر الحديث، فكأن فهمه له أنه كفتاه عن القراءة في صلاة الليل. مضبوط. تمام. طب وحديث شيخنا اللي هو: بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء عليه، من غير بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. قابل للتحسين. طب سؤال يا شيخنا، هو قابل للتحسين دوت هل بيبقى السند ضعف ولا هو يعني في الوجهين قائمين؟ يعني في يعني في رجل في مقابل للتحسين، يعني في وجه بيقول في وجه ممكن في وجه ممكن يقول انه ضعيف. نعم. تمام. انا جبت بقى لحضرتك، كنت حضرتك طلبت مني من قيمه يومين على اللي هو السند بتاع ما قلت لحضرتك اللي هو بتاع السيده عائشه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها في الشاء، قال لها بقي لها بقي كلها غير كتفها. ماشي. انا قلت لي جيب لي بس السند. نعم. هو انا السند دوت حضرتك قدامي: حدثنا محمد ابن بشار. من القائل؟ من القائل حدثنا محمد بن بشار؟ ليه؟ هو ده اللي فيه ده. من اي كتاب؟ من اي كتاب؟ الايه الكتاب اللي انت بتقرا منه ده اللي هو ثانية واحدة. ده لا، ده متن الحديث اللي قدامي، قصدي السند بتاع الحديث. ايوه، من اي كتاب يعني القائل اللي حدث؟ من اي كتاب؟ ده اللي هو الموقع اللي جايب. افهم بس، افهم يعني، هل الترمذي اللي قال حدثنا محمد بن بشار او البخاري او مسلم؟ من يعني في كتاب خرج الحديث؟ ما الكتاب؟ الترمذي. الترمذي. وبعدين اتفضل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد. انا مؤكد. اكمل كمل. عن سفيان عن ابي اسحاق
متن الحديث. وفي الآخر حضرتك في الحديث مكتوب قال أبو عيسى هذا حديث صحيح، وأبو ميسرة هو الهمداني اسمه عمرو بن شريجل أو شرحيل. عمرو بن شرحيل. هذا الحديث فقط تشوبه الآن عن عنة أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس، و عامر بن شرحيل الشعبي ولا واللي أبو ميسرة هو الشعبي عبد الرحمن واللي أبو ميسرة، شوف عبد أبو ميسرة الشعبي هل سمع من عائشة أو لم يسمع؟ إذا كان هو أبو ميسرة عامر بن شرحيل لا أظنه الشعبي، ماشي. عمرو بن والعامر ده عمرو بن شرحبيل ابو ميسره، عمرو ولا عامر؟ يا اظن عمرو. عمرو بن شرحبيل يختلف عن عامر بن شرحبيل. نعم، حدث عن عدد من الصحابه، السند ظاهره الصحه لكن ينظر هل معلول او غير معلول. بارك الله فيكم. في عمرو بن شرحبيل وعامر بن شرحيل. عامر بن شرحيل هو الشعبي، عامر بن شرحيل هو الشعبي، لكن عامر بن شرحبيل اضبط لنا الاسم كده بالله عليك. تفضل. عامر بن شرحبيل تابعي كبير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم تفضل. ربنا يخليك يا رب. وياك. واحد مريض سرق الدعاء طبعا. الله يعافيه يا رب. ما الواجب نحوه؟ المريض؟ نعوده وندعو له بالبركة، وإذا استطعنا أن ننصح له نصحنا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله في عمرك وحفظك ونفع بك يا رب العالمين. وإياكم وإياكم. حضرتك دلوقتي مثلا ما أكون بصلي أي فرض وبسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ممكن وانا مثلا بصلي اقول عليه افضل الصلاه والسلام ولا لا مانع في سري مثلا؟ ممكن، لان عمر دخل المسجد وعبد الله بن السائب يصلي العشاء، فقرا عبد الله بن السائب وفي السماء رزقكم مما توعدون، فقال عمر باعلى صوته اشهد اشهد. تمام بارك الله في عمرك. الله يكرمك. دعواتك لاخي بلال بتيسير في الزواج. الله ييسر لنا وله كل عسير يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الشيخ. تفضل. كان في سؤال بس يا شيخ، ال لما وصلنا مثلا الراديو شغال جنبي تمام؟ ايوه. فممكن مثلا بتيجي في الراديو حته الصلاه على النبي كده، فهل يجوز ان انا اصلي على النبي وانا بصلي ولا لا يجوز؟ يجوز. يعني الصلاه على النبي في الصلاه مفيش فيها مشكله. يعني اذا جاءت مناسبه. لا ما هي المناسبه ان انا اصلا الراديو يبقى شغال، يعني ما حد الصوت كده انه يبقى شغال. لا بأس. هو علي كان يصلي فمر به رجل من الخوارج فقال له لئن اشركت ليحبطن عملك، يصف علي بانه اشرك. الخوارج يكفرون علي. فاجابه علي في الصلاه بقوله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن الله أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم آمين. الأولى البعد، الأولى البعد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم يا شيخ مصطفى، بس كان عندي سؤال بسيط كده، كان معايا جزء مبلغ من المال فأنا بشتري أجهزة كهربائية يعني تمام، ولكن أنا بشتريها من مكان وبقسطها بعد كده،
يعني انا ما عنديش مكان ببيع فيه، لا انا بجيب كاش وببيع قسط، فهل المعامله دي حلال ام حرام؟ انت الان بس كل ما هنالك انت لست بتاجر، انما ياتيك الرجل المحتاج فتقول تعال انت محتاج سلعك هذه تعال تذهب له كاش. ها ايوه اجيبها له كاش وتقسطها عليه، هذه حاله من حال الربا. السلام عليكم. سهام صاوي ولك بمثله، وجزاك الله خير يا اسماعيل بن عبد الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. حضرتك انا بس كنت سمعت حضرتك فتوى من حضرتك، كان في واحد بيسال حضرتك هل يجوز ان هو يتزوج من واحده والدها شغال في بنك، فحضرتك قلت له يجوز ولا تزوج وزوجته نزل اخرى. طيب كنت بسال حضرتك هو طيب هل يجوز ان انا في الجهاز ان هو يجهز مثلا بغرفه او اثنين زي العادي، يعني هل يقبل منه ذلك؟ ده سؤال. وهل لو انا اتجوزت البنت والدها شغال في بنك، لما اروح عندهم ان انا اكل واشرب واتغدى، ده برضو الاكل عندهم والكلام ده يجوز ولا لا؟ وهل لما هو يتوفى بنته ترث منه عادي ولا في اي حاجه في الموضوع ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمدرسة عبد الله بن مسعود ترى جواز كل ذلك ما لم تقره على صنيعه، ومن الاستدلالات لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا حتى من الكفار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعته امرأة يهودية إلى شاة فقبلها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهدايا من المقوقس ملك مصر، وقبل هدية من ملك أيلة بغلة وكان كافرا، وأن صارت عليه السلام قبلت هدية من الجبار، قبلت هدية من الجبار وهدتها للخليل وهي هاجر عليها السلام. هذه حجج القائلين بالجواز، وقد روي عن ابن مسعود بإسناد من طريق إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، ولم يسمع منه لكنه رأي إبراهيم النخعي نفسه أيضا، لنا حلاوته عليه إثم ما لم نقره على ذلك. فهذه وجهة المجوزين والله تعالى. وبالنسبة للمرأة كل ما قلت لك كل ما ذكر. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. بعد إذن حضرتك عندي سؤالين بس. تفضل. أول سؤال يا شيخ، أنا لما باجي أصوم ببقى موسوس جدا في الوضوء، ان انا مثلا لما اجي بستنشق او كده بحس ان يعني الميه اللي هي تبقى باقيه كده، بحس ان انا شربت ميه بعد ما بخلص وكده، فمش عارف اعمل ايه في الموضوع ده يا شيخ، يعني وسواس متواصل على طول. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت لهذا الوسواس. طب يا شيخ، يعني انا بعد ما بنزل الميه وبمسح خلاص بقى بلاش بقى خلاص، المفروض الميه مثلا بحس ساعات كده لما اجي ببلع ولا حاجه لا توسوس، هل دي بتحاسب عليها؟ لا 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 ان شاء الله. تمام. السؤال الثاني يا شيخ، لا توسوس لا توسوس. هل المسجد اللي فوقيه ديت ده مسجد يسمى مسجد ولا مصلى؟ سمي اي حاجه مسجد مش مشكله، هي المشكله يعني يا شيخ زيه زي المسجد اللي هو المبني العادي. نعم نعم مش فوقيه حاجه. نعم. وأنت حتى بغض النظر عن المسجد، أنت تصلي في الشقة عندك فوقك شقة أخرى ولا لا؟ آه عادي. ماشي. السلام. شكرا شيخ مصطفى الجهري لك بمثل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك، بس أنا اتصلت عليكم والخط انقطع يا شيخ. تفضل. الشيخ الله يحفظك في كلام أحد المشايخ وركب يعني تأكد من هذا الكلام، بارك الله فيك. وفيكم. قال في كلامه: أي معصية يأتيها الإنسان تظهر على وجهه
لكن ليس كل أحد يراها. كلامه صحيح يا شيخ. ما الدليل؟ لا أعلم. هو قال الدليل وقال كلام آخر أذكره لكم. شوف دايم النور الخفي في وجوه الصالحين يراه أمثالهم. هذا الكلام، هذا الكلام يحتاج إلى أدلة. إذا كان رسول الله وسيد ولد آدم، الله قال له: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. إذا كان الرسول عليه السلام لا يعلمهم، والصحابة لم يعلموا المنافقين، أسماء المنافقين، وكان بعضهم يذهب إلى حذيفة يقول: أنا منهم يا حذيفة. أنت واخد بالك من هذا الموضوع؟ الرسول سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، الله يقول له: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا متدربون على النفاق لا تعلمهم. هل في واحد منا ذو بصيرة أكبر من رسول الله؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. شيخنا في طلب العلم على لسانكم. تواصل مع الهاتف الخاص. جزاكم الله خير شيخ. بارك الله فيك. لو أذن على التلفاز، هاي الفرق بين التلفاز والتلفزيون، ما هي واحد يعني. لو أذن على التلفاز ورددت وراءه، بعد مدة أذن المسجد في الحي أردد وراءه، الأمر واسع، ردد ما في مشكلة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. السلام عليكم. لا تعتذر. ولا في البيت؟ ولا قدرت اصلي. كنت فاقد الوعي ولا ايه؟ لا كنت، ما كنتش قادر اتحرك. تصلي ولو بالاشاره؟ لا. صلي ولو بالاشاره بالايماء. انا كنت في حيره، بان انا خايف اكون عليا، انا مش قادر اتحرك ومش قادر اقوم، وفي نفس الوقت باذن الله ممكن اقوم واصلي واتوضا واصلي. كنت في حيره من الاثنين. على العموم اذا اجتهدت واخطات عاد الصلاه كلها. لا كلها مرة واحدة، هذه بعد تلك بعد تلك. شكرا، بارك الله فيك أخ أحمد المصري، وفقك الله. الحاجة أم فهمي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الفاضل، ما سمعتش الإجابة، أنا آسف يا شيخ، بتاعة السؤال أنت حضرتك إيه؟ السؤال إيه؟ أنا فاكر سؤالك. إيه السؤال؟ اللي هو معايا مبلغ من المال وعايز أفتح مشروع. لا قلت لك ابتعد أفضل. حاجة حرام. يعني سألتني وأجيبك. أنت تعلمت على يد رجل واشتغلت معه وعرفت أسرار المهنة، تريد أن تنفك عنه وتنشي نفس النشاط أمامه. العرف يصفك بأنك لست بوفي، وهذا فالأفضل البعد عن هذا المكان. هذا الأفضل لك، والأكل يعني من باب الجزاء والإحسان إلا الإحسان. شكرا، بارك الله فيكم. هل رائحة الثوم والبصل في الفم تؤذي الملائكة أثناء الصلاة؟ إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا بني. ماشي. أنا سارة. أنت سارة، ماشي يا سارة، أكملي يا سارة. أصطفى البنات على البنين. نعم. أصطفى البنات على البنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين.
فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. حسبك بارك الله فيك، حسبك بارك الله فيك. أبوك بجوارك؟ أبوك بجوارك؟ نعم. أبلغيه السلام واشكريه واشكري أمك التي علمتك، وقولي لهم يعطونك 50 جنيها. السلام عليكم. ماشي. السلام عليكم. مساء الخير فضيلة الشيخ. تفضل. كان في عربية ورطة. نعم. أخ وأختين وأم. الأخ طبعا العربية كانت معظم الوقت معاه، العربية كان ثمنها في 2019 180، جه يديهم حقهم منها على أساس إن العربية في حوزته يعني في 2021، فباع يعني إيه لما قسم على أساس سعر أو الثمن بتاع 2019 غلط يعني. اكتشف الكلام ده دلوقتي إن السعر اختلف ما بين 2021 ل 2019، وإن المفروض كان على 200. هو سلم عفوا هيرجع لهم حقهم او الفرق ده عفوا على فرق ال 200 ولا الفرق الحالي اللي هي 250؟ عفوا هو اعطاهم على السعر كم؟ على السعر اللي هو 180 بتاع 2019، هو ما يعرفش ايه او ما خدش باله ان المفروض في 2021 السعر اختلف. اصبر عليه يعني. بس اصبر لا تتكلم كثيرا. بس الان في 2000 وكم؟ 18 ولا 17؟ 2019 ده كان سعرها 180. سيبني بس الله يكرمك. سنة 2019 سنة سعرها كم؟ 180 ألف. أعطاهم حقوقهم يومها؟ لا. طب ليه يعني؟ يعني بس سعر ولم يعطيهم شيئا؟ لا هو وقتها كان عادي يعني كانوا مطردين. أيوه لكن يعني هل تخرجوا وأخذوا حقوقهم من السيارة أم لا؟ يعني كان هو ما كانش دايما أنواع يعني. عفوا يا حبيبي الآن السيارة هذه سيارة ورثة، قيموا السيارة ب 180، لكن هل عقدوا عقد بيع أنهم تنازلوا ولهم عنده كذا كذا؟ ما تبعتش خلاص، ثمنها بالسعر الآن، ثمنها بالسعر الآن ساعة تسليمهم الفلوس والتخارج. اه بس كده هي كان في 2021 بس حضرتك ساعة ما اداهم. ساعة ما اداهم اداهم بكام؟ اداهم يعني هو المفروض كان شاف السعر كام في 2021 ويديهم على هذا السعر. اداهم على اساس ايه؟ حاجة قديمة هو عارفها من ساعة الوفاة. لا ضحك عليهم. 2019 هم وافقوا؟ هم وافقوا بس هو يعني هم وافقوا على اساس ان تمام اتفقوا وكل حاجه، بس هو خطا منه هم ما يعرفوش يعني. هم سلموا له الامر صح؟ اه بعد الله. اذا ما دام سلموا له الامر يحسب بساعه تسليم الفلوس سعرها كم؟ ساعه تسليمهم الفلوس كانت اللي هو في 2021 كانت 200. خلاص سعر لهم حقوقهم على 200 يعني مش دعوه بسعر حالي يعني رجع لهم فرق 20. هو سلم لهم الفلوس يا اخي ولا ما سلم لهم الفلوس؟ سؤال. ال 180 على اساس 180 سلم. سلمهم الفلوس سنه كم؟ في 2021 وكان ثمنها نزاك 200 ألف صح؟ ايوه. اذا هو ظلمهم في 20 ألف. ايوه يوزع عليهم ال 20 ألف الان. ملوش دعوه بالسعر الحالي. يكرمه خلاص سلمهم الفلوس سنة 2021 خلاص. اه وقت ما قرر يعني. ايوه بس لانه خدعهم عن عمد او لا؟ لا مش عن عمد، عن خطا. خلاص يصلح الخطا. شكرا. يكرمهم شويه ارحامه. جزاكم الله خير يا فتحي وعثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. حبك الله. أسأل الله العظيم أن يجمع لك خير الدنيا والآخرة. وإياك والسامعين، تفضل. كنت أريد أن أسأل عن هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في صلاة الفجر في سورة الزلزال في الركعة الأولى؟ لا يصح. كررها لا يصح. آه
الله يكرمك الحاجة أم فهمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعد إذن حضرتك عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، صحة حديث من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجزم. ضعيف جدا. ضعيف جدا. طيب السؤال الثاني، علاج النفس لو فيها تكبر أو فيها إحساس بأن هي أفضل من الغير، علاجها هيكون إزاي؟ علاجها يعني أولا سؤال الله سبحانه وتعالى أن يرزقك التواضع، اسأل الله ذلك أولا، ثم تواضعي، زوري الفقيرات في الله، زوري الفقيرات، اتركي شيئا من النعيم لعلة المرض هذا. عمر ركب برزونا فمشي فالبرزون يختال به، يعني يهتز ويختال، نزل عمر وليس على التحريم، قال اصرفوا هذا عني، والله ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي، يعني شعرت أنني متكبر. فتواضعي، زوري الفقيرات، أكرمي المساكين، مع سؤال الله سبحانه وتعالى والاستغفار. يعلمهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم قدر استطاعتهم، مع سؤال الله بالهداية. نعم. شكرا. وإياكم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عبد الله. الحمد لله بخير. عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، هل ثبت عن النبي أنه قال أن التشهد، يعني تحريكة التشهد وإصبع التشهد أشد على الشيطان من الحديث؟ لا يثبت عن رسول الله. طيب لو يعني وبعدين افهم ما هي الهيئة التي أحرك بها؟ أنا لا أرى التحريك من الأصل، إنما فقط ثبت الإصبع عن لا ثبته، خاصة الجمهور يقولون متى تثبت الإصبع هذا ومتى كيف هي أشد على الشيطان. قل مثلا إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يعني اسمع يا أخي، اسمع يا أخي الكلام لآخره، اسمع الكلام لآخره. إذا قلت، الجمهور رأي الجمهور أنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله ورفعت إصبعك أشد على الشيطان. كيف أشد على الشيطان؟ أن القلب مقر بالشهادة واللسان نطق بها والإصبع شهد بها. أما الذي يفعله الناس هذا رأي الجمهور، رأي الجمهور أنها تقال ترفع عند الشهادة. هناك من العلماء من يقول ترفع طول التشهد، ومنهم من يقول ترفع عند الدعاء، كل هؤلاء عليهم أدلة. أما هذه عند الشهادتين فبعضهم أخذها من أن ابن عباس كان في غير صلاة إذا قال لا إله إلا الله قال علامة التوحيد، فالأمر سهل. أما رواية التحريك تفرد بها راو اسمه زائدة بن قدامة، يرويها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر عن رسول الله، و16 نفسا لم يذكروها عن عاصم بن كليب، فهو شذ فيها زائدة بن قدامة. فالتحريك هكذا أو هكذا كل هذا غلط. نعم. شكرا. نعم. بارك الله فيك. نعم. أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأتي من بعدي 30 رجلا من بني العاص. لا لا لم يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخنا عايز اسألك سؤال. اتفضل. انا والدي بيشتغل في شركة من 40 سنة تقريبا. اتفضل. اول ما اشتغل وهو بيتخصم من المرتب كل شهر جزء من الفلوس، يعني وبياخدوها بيستثمروها بنسبة 47% في العقارات و53% في البنوك، بس هو مش هينفع يخرج من الشركه يعني الا لما يطلع معاش، فهيبقى يحط من الفلوس دي لما ياخدها في نهايه مجازفه. معايا يا شيخ؟ قاعد سؤالك. نعم؟ قاعد سؤالك. والدي بيشتغل في شركه. ايوه. من 40 سنه. ماشي. والدي بيشتغل في شركه من 40 سنه يا شيخ. نعم وبعد؟ هو بيتخصم من المرتب
بنسبة 47% ويستثمروها في العقارات و53% بيستثمروها في البنوك. لحظة واحدة، بيخصم من أبيك رغما عنه أو باختياره؟ رغما عنه. إيه رغما عنه الشركة باختياره، بس ما كانش عارف يعني، وبعدين رغما عنه. خلاص ياخذ المبلغ ويكثر من الصدقة، صدق بجزء إذا قبض النتيجة النهائية. تمام. سؤال ثاني بس معلش يا شيخ. القنوط الصلاة. ما شأنه؟ لما أنا أقنط مع الشيخ هو دايما في صلاة الفجر بيقنط دايما بعد الرجوع. طيب المشكلة؟ يعني هل هذا أمر صواب؟ ما لا إشكال في حاجات المسلمين، نحن نقنط الآن كل صلاة من أجل الأمور التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. وبالنسبة للصدقة اللي طلعها ليها جزء معين ولا لا؟ يعني قدر استطاعت. تمام متشكر جدا. الله يبارك فيك. مرحبا بك يا محمد الأجاوي أبا مالك، عافاك الله وعافى أهل بيتك السامعين والسامعات يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يبارك فيك يا شيخنا. معلش يا شيخنا، ربنا الحمد لله رزقني بمولود، فحابب اسميه اسم عمران. ما رايك يا شيخنا في اسم عمران؟ اسم نبي كريم ابو موسى عليه السلام، نرجو صالح على الاقل، على الاقل اذا لم نقل نبيا فقلنا انه رجل صالح، ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. بس رجع، بس هل هو نبي ام ليس بنبي؟ رجع. ده والد تصدق بمقدار الشعر، شعر المولود. ضعيف الاسناد. ضعيف الاسناد. لو انا عايز اعمل عقيده يا شيخنا، ينفع ان انا الجزار مثلا هيبقى عزبة اخد نصها في كل حاجه لحمه وكل حاجه، ولا ده لا يجوز ولا ايه؟ ده اذا كلمته من الاول حيث يذبح. يعني انا اتفق معاها على كده. قل له لي ثلاثة أسباع ونصف كعقيقة عن ولد وبنت. تمام. ممكن في الأول على رأي بعض العلماء قياسا على الحج والذبائح التي فيه، وقياسا على الاشتراك في الأضاحي. تمام أتفق معاه من الأول. الله يسلمك. قبل الذبح ادعيله يا شيخ يكون إن شاء الله من الصالحين. الله الحبيب. الله يصلحنا وإياك وإياه والسامعين والسامعات جميعا. الله يرحم والدينا والديكم المسلمين والمسلمات. شكرا. مرحبا يا شيخ أيمن دياب، الله يوفقك لكل خير. مصطفى الجهري وفقك الله. صحة حديث قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر الجمعة صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله بخير. ربنا يبارك فيك. بقول لحضرتك يا شيخنا، هو في حاجة يعني ده حديث ولا لو واحد عنده مقابر وأسكن واحد في القبر يبقى ده ليه اليوم القيامة بقدر ما أسكنه يعني؟ لا ما نعرف نص في هذا الباب ثابت. تمام. لكن هي يعني من الأمور يعني الخير يعني. إن شاء الله بإذن الله. ماشي شيخنا جزاكم الله خير. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل تجوز سنة الفجر بعد الصلاة يا شيخنا؟ لمن فاتته على أحد الأقوال للعلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وقاس الإمام الشافعي رحمه الله الجواز على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وصلى بعد العصر سنة الظهر، فكذلك قال الشافعي فكذلك سنة الصبح. ومن العلماء من يقول بعد طلوع الشمس، الحديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لكن الرأي الأول أحب إلي والله أعلم. حياك الله. يسلمك. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري، حفظك الله. السلام عليكم.
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ مصطفى العلوي. نعم. لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. أنا كنت أعمل في بنك مصر لمدة 6 سنوات. تمام؟ تمام. ثم أثناء عملي في البنك كنت بحاول أدور على عمل في مكان آخر. نعم. فلم أجد. نعم. تمام؟ ثم بعد ذلك تركت البنك بقالي حوالي دلوقتي 9 شهور. ولا أجد عمل آخر حتى الآن. تمام؟ فهل يجوز ليا إن أنا أرجع للبنك وأطلب منهم إن أنا أرجع تاني بس في قسم لا يتعامل مع المعاملات الربوية بأي شكل، زي مثلا أقسام الخدمة الطبية أو الفروع التي تقدم الخدمات التي لا علاقة لها بالقروض أو بالائتمان أو ما شابه ذلك؟ إذا وافقوك على ذلك لا بأس. إذا وافقوا على ذلك لا بأس. أيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شايف إن أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تعالوا تفكر بس أني الأفضل، يعني واحد يقرأ قرآن كتير ولا الحفظ، يعني مثلا واحد يبدأ في حفظ القرآن أو نقرأ قرآن. هذا وذاك الله يوفقك. يعني لو عايز اضبط على حاجه، انا عايز احفظ بس مش صعب عليا يعني. هذا وذاك الله يوفقك. طب سؤال ثاني صغير معلش. تفضل. هل نقرا القران بترتيل ام نقراه بسرعه باخذ اكبر عدد من الحسنات يعني؟ والله اقراه او ترتيل بطيء. توسط في الامور حتى تستطيع ان تقرا. والله يقول ورتل القران ترتيلا قدر بينه تبيينا ووضحه ايضاحا. شكرا. وإياك الله يبارك فيك. السلام عليكم. حبك الله يا عمرو بن عبد الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك. أنا بس كان ليا كان 4 حديث بس يا شيخ، ما كنت عايز أتأكد من صحتك. ركز الله يستر عليك. الله يكرمك. الله يكرمك. أول قصدي حديث يا شيخنا البخيلة من ذكرت عن ضفر لم يصلى عليه. حسن الإسناد. يعني أصلا أنا سمعت حضرتك قبل كده. أنت دايما هتعلق من تسألت من قريب، اسأل السؤال ووضح، ما قلت إنه ضعيف أبدا يوم من الأيام. لا لا. ها بيقول لحضرتك ان انت قبل كده قلت ان مفيش اي باب ثابت عن الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من صلى على الرسول لو من صلى عليه صلاه واحده لو صحيح مسلم. لا لا لا، ما نفيته كده، ما نفيته. طب رغم انف رجل ذكرت عنده ولم يصلى عليه. اسناده ايضا حسن. ده حسن برضو. اي تمام. ولو فان صلاتكم تبلغني اينما كنتم. ده هذا الحديث منازع فيه بعض النزاع، ولمن حسنه وجه. وجه مظبوط. وحديث شيخنا اللي هو فجحد ادم فجحد ذريته. اسناده نفس الشيء حسن، لكن ايضا لمن ضعفه وجه. وجه تمام. طيب واول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجري بما هو كائن الى يوم القيامه. سنده حسن ايضا. سنده حسن تمام. نعم. طب انا جبت الحق اقول لحضرتك السند بتاع الحديث تاني. سند مين؟ ماذا؟ اللي هو الحديث بتاع بقية كلها غير كذبها. لما أنا حفظت السند أنت قلت، لأن السند أنه محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة عن عائشة. أنا سنة ميسرة عن عائشة. عن سفيان عن أبي إسحاق عن ميسرة أبي ميسرة عن عائشة. مظبوط. السنة حضرتك بعد ما أنا قفلت فعلا عشان الخط بس قفل طلع اللي هو ابن شريحيل. ابن شراحيل ولا شرحبيل؟ شرحبيل انا اسف. عامر شرحبيل. عمرو بن شراحيل. اي مش عامر بن شراحيل، في عامر بن شراحيل الشعبي. اما ابو ميسره عمرو بن شراحبيل فرجل ثقة وحدث عن عدد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبار، يعني وثقه عدد من العلماء. يعني كده حركة الحديث سنده حسن، لكن يبقى او سنده عفوا صحيح، لكن تبقى العله. تبقى ماذا؟ العله. هل
علة بالوقف، لأنه ممكن يكون علة بالوقف، فنحتاج ثانية ننظر في كتب العلل. يعني السند الظاهر صحيح، محمد بن بشار ثقة، عن يحيى بن سعيد القطان من جبال الحفظ والتثبت، عن سفيان والثوري ثقة، أبو إسحاق السبيعي ثقة لكن يدلس، وعن عن لكن تضر لا تضر عن عن هنا لأنه عن تابعي، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ثقة، بعض الصحابي كسند يصحح، لكن أحيانا يكون السند صحيح ولكن بعض الرواة يرونه موقوفا، أما السند الظاهر فصحيح. مظبوط. طب هل حضرتك في حاجة، أصلا أنا الصراحة لسه بادئ في علم الحديث، فأنا غلبان على قد دي، يعني هل مثلا أقدر كتب العلة دي ألاقيها على النت مثلا، أو أقدر أنا أبحث عن أي ممكن تبحث في كتب العلل مثلا، علة كتاب العلل الدارقطني أو العلل لابن أبي حاتم، وتنظر علته. طب هل ببحث حضرتك مثلا باسم الحديث؟ ممكن، لا ممكن، سهل البحث على الشملة، سهل، وأي واحد يعلمه لك سهل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير. تفضل. السؤال الأول، إنها ستكون فتنة، فقالوا كيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. إلى أمركم الأول؟ نعم. لا أعلم. نعم؟ لا أعلم له سندا ثابتا. طيب، الحديث الثاني جاء في فضل الذكر أو الحث على ذكر، ولكن بعدين حضرتك يا شيخ طبعا لطوله واختصره وحرصا على أسئلة الأخوة والأخوات، يعني فمن قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإلى أن قال وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي، وكان يقول من قال في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. لا، في سنده مقال يراجع، في مقال. طب السؤال هذا بعد ما شيخ حبيب، أي نعم معك. السؤال الثالث، هل ورد في فضل هذا الدعاء، يعني عند قول عند النوم، أي أثر أو أي نص؟ اللهم أجلني من موت غفلة ولا تأخذني من الدنيا إلا وأنت راجع. لا أعلم له سندا ثابتا. نعم، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام. حبك الله يا أحمد الدهشان، أنت أحمد بن حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك الله يحفظك. ماذا عندك؟ أنا مصطفى أعطيت شخص مبلغ من المال. ها؟ أعطيت شخص مبلغ من المال. وبعد؟ وعنده شركة يعني عشان يستثمره بدل ما نحطه في البنك يعني. فكل سنة المبلغ ده مثلا بيزيد بنسبة معينة كده يعني. فده يعتبر في حاجة ولا في رزق؟ هو شغال يعني يشتغل ويكسب ويربح ولا ايه بالضبط؟ نعم، هو يشتغل عنده شركة ويكسب ويربح وليها نسبة من المبلغ اللي حطه يعني. ولا ايه المشكلة عندك يعني؟ نعم؟ ما المشكلة؟ يعني انت اعطيت واحد مبلغ من المال يشغله ويعطيك نسبة ربح، ما المشكلة؟ ايوه، المشكلة انا سمعت احد المشايخ يقول ده صورة من صور الربا. ليه ده هو بشغله؟ هو يشغل الفلوس وتربح. سمعت انه بيقول زي البنك يعني. يا اخي هو بشغل الفلوس، واحد شريك، مش شراكة موجودة في كتاب الله، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. وعبد الله بن جعفر كان يشارك الصحابة يشاركونه لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له البركة في صفقة يمينه. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو تكرمتم يا شيخنا. تفضل. بمجرد أن أرى شهر ابن حوشب في الإسناد يظهر عليه. شهر ابن حوشب، إن شهر النزكوه أي رموه بالنيزك. نعم. شهر ابن حوشب ضعيف. نعم. نعم. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك شيخ خلف. أهلا بك وسهلا. الله يكرمك شيخنا، ربنا يعزك. يا عبد المحسن. يا مرحبا يا دكتور عبد المحسن. ربنا يعزك شيخنا، ممكن سؤال حضرتك؟ تفضل. إنسان شيخنا في السعودية وعايز يبعت ريالات يعني وكده لأهله في مصر.
بس لو بعتها عن طريق البنك فالبنك هيحولها طبعا بسعر اقل شوي، فهو عايز يستغل الفرق اللي هو بين السوق السوداء اللي بره والبنك فبيدوم. قطع الخط رغم ان عندي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لكم الدعاء يا مولانا. الله يوفقنا وإياك ويصلحنا وإياك يا رب. اللهم آمين. سؤالي عن الفرق بين الدف والطبل، هل جهاز هذا مفرق؟ والله يا أخي أنا يعني لا أرى بينهما كبير فرق. نعم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل. اتفضل. بعض الناس يأتون إلى الصلاة متأخرا فيجد الإمام راكع تمام فينزل الركوع تكبيرة الركوع على طول. تمام؟ فماذا تنصح هؤلاء الناس بذلك؟ يعني ايه مش فاهم ايه الخلل؟ هو وجد الامام راكعا فكبر وركع معه. راكع على طول مش المفروض تكبيرة الاحرام اولا؟ ايوه طب هو عمل ايه؟ هو ركع على طول ما ركع يعني ما كبرش تكبيرتين. تكبيرة واحدة. تكبيرة واحدة. انا اعتبر انا تكبيرة واحدة للركوع على طول. اصبر بس يا اخي. تفضل. هو كبر وركع صح؟ تمام. انا اعتبرها تكبيرة الاحرام والتكبيرة الثانية سنة لا تبطل الصلاة لا يبطل الصلاة تركها. سمعت احد المشايخ يقول ما لي دخل بأحد المشايخ. لا تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع. يا أخي افهم الكلام بس عيب انك تقول لي كده. سمعت احد المشايخ يقول لك التكبيرة الثانية هذه سنة ليست بواجبة من الأصل حتى لو أنت دخلت مع الإمام وقلت الله أكبر تكبيرة الإحرام وبعدين ركعت حتى وانت قائم من السجود لم تكبر الصلاة تصح. هي سنة سنة. اسمع لي لآخر الكلام يا أخي. اسمع لآخر. اسمع يا أخي. اسمع يا أخي. اسمع افهم افهم لا تقاطعنا. تمام. هذا الذي قلت لك كان قد اشتهر على عهد أصحاب رسول الله إنهم كانوا عليه الصلاة والسلام كان عدد منهم لا يرى التكبيرات الانتقال أصلا. كان عدد منهم لا يرى تكبيرات الانتقال. فلما صلى أبو هريرة وكبر مع كل حركة نزول وصعود قالوا له منكرين يا أبا هريرة ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبطل صلاتهم. فلذلك هي سنة تكبيرات الانتقال سنة ليست من الواجبات التي إذا تركت تستدعي السهو. بارك الله فيك. تمام أيه. تمام تمام تمام. طب واللي بيجي جري حضرتك اللي بيجي جري يعني مثلا عشان ينهض الركوع يكبر الصح له الله أكبر بتأني الله أكبر يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا. يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت مخلط في الأمور ليه يا بني؟ بس أنت الآن سألت عن التكبير تأتي تكبر الله أكبر الله أكبر وتركع معه. هذه السنة هذه السنة. أبو بكر عمل ذلك. لكن أنت تسأل سؤال آخر هل تحسب له راكعة أو لا تحسب؟ ده سؤال آخر. تمام. أنت تسأل عن كده هل تحسب له راكعة أو لا؟ أيوة أيوة حضرتك تمام. طيب أبو بكر لما فعل ذلك وجاء الله أكبر وركع مع الصف وصلى بعد ذلك انقضت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك؟ قال أنا يا رسول الله. قال زادك الله حرصا ولا تعود. جزاك الله كل خير. معلش إن كنت أزعجتك ولكن اختلطت على بعض الأمور. لا لا ما في أحد من الناس يقول هذا لا يصح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير عنا يا شيخنا الجليل. وإياك والمسلمين تفضلي. أمي توفاها الله رحمة الله عليها. الله يرحمها. وهي على فراش الموت. أنا ربطت الشهادة وربطتها معايا ورايا وتوفاها الله. يعني أمك. أمي
نعم. أمك ماتت أمامك. أمامي أنا أردت الشهادة وهي ردتها ورايا وتوفاها الله في حالها. والله ختام حسن. أمك بين يديك. الحمد لله من أحسن الخاتمة. نعم إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك. الله يخليك. ها؟ لما طلع لوالدتي صدقة جارية. هي صدقة تبقى جارية ولا صدقة عشان هي توفت تبقى من صدقة جارية؟ لا في صدقات جارية وفي صدقات عادية. صدقة عادية مثلا تشتري رز وعدس ولحم الفقير. وصدقة جارية تشتري ألف طوبة مثلا وتضعها في مسجد أو مصحف يقرأ الناس فيه، يكون صدقة مستديمة. جزاك الله خير. وإياكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ الحمد لله معايا قدر من المال يعني. الحمد لله. الحمد لله. واحد ايه؟ واخده قرض يعني دين يعني. واحد واخده قرض من 7 سنين. من 3 سنين مش قرض دين يعني برضه مش مفيش مكسب يعني. طيب وبعدين؟ عليه زكاة؟ ايوه القرض عليه زكاة الا اذا كان القرض مات. اذا كان اعرف اخده من ابنه مثلا ادفع عن الزكاة بتاعته. الله يوفقنا وياك. اللهم امين. وياك بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك يا رب أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا، في أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا، ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا، ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. ربنا خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم يا خير الرازقين ارزقنا، ويا خير الغافلين اغفر لنا، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الفاتحين افتح علينا، يا خير حافظا يا أرحم الراحمين احفظنا وارحمنا، يا خير المنزلين أكرم منازلنا ووسع مداخلنا، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام،
أكرمنا وارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا واسلل سقائم قلوبنا وأخلص نوايانا لوجهك يا كريم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا فقد توكلنا عليك يا رب. فاكفنا شر ما أهمنا، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريق يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا ربنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. اللهم ارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.